الآن مع كراس النشاطات الدرس رقم 29، المرجع في كتاب التلميذ صفحة 53، معناه هذه الصفحة 53، 53 هذه الصفحة، هذه الصفحة. المرجع في كتاب التلميذ صفحة 53. أتمرن التمرين الأول، قارن بين كل عددين باستعمال الرمز المناسب، أصغر أكبر. هناك من يخطأ بينهما، 3 أصغر من 10، تذكر هذا المثال وتذكر هذا، 3 1 2 3 أصغر 1 2 3 4، 1 2 3 أصغر من 4، 1 2 أصغر من 1 2 3، تذكر هذا. نترك هذه لنرجع لها. ألف و، وهذه 2000، سيكون أصغر، هذا 1000 و، وهذه 2000، 6000 و، 8000 و، أصغر. نقارن الآلاف فقط، نقارن الآلاف فقط، 6000 و، 8000 و، 9000 و، وهذه 7000 و، إذا أكبر، هذه 3000 وزيادة، وهذه 2000 وزيادة، 3000 أكبر. الفكرة سهلة هنا في التمرين، 1000 وزيادة، و2000 وزيادة، أصغر، 6000 وزيادة، 8000 وزيادة، أصغر، 9000 وزيادة، 7000 وزيادة، أكبر، 3000 وزيادة، 2000 وزيادة، أكبر. نقارن الآلاف فقط. هذا التمرين، هذا التمرين، رتب الأعداد تنازليا من فوق إلى تحت، تنزل من فوق إلى تحت، 4000، 9000، 9000، 5000، 5000، 3000. إذا نركز على الآلاف، هنا 9000، 9000 متساوية، نركز على المئات، هنا 0 وهنا 9، إذا 9900 أكبر، ثم 9099، انتهينا، انتهينا من هذا ومن هذا، تبقى 5000 و 5000، من أكبر؟ 5900. لاحظ معي، لاحظ معي، 4000 وزيادة، 9000 وزيادة، 9000 وزيادة، 5000 وزيادة، 5000 وزيادة، 3000 وزيادة. من هي الآلاف الكثيرة؟ 9000، 9000. من هو الأكبر؟ ننتقل إلى الرقم الثاني، المئة 0 والمئة 9، إذا هذا الكبير وضعناه هنا، انتهينا منه، ثم حتما هذا انتهينا منه، يبقى 4000، 5000، 5000، 3000، الشك بين هذه وهذه. نلاحظ الآلاف تساوي الآلاف، المئات تساوي المئات، العشرات أصغر من العشرات، معناتها هذا الكبير، 5900 هو الكبير، انتهينا منه، حتما الذي بعده هو هذا، 4000 و 3000، 4000 أكبر، تنتهي من هذا، ثم تنتهي من هذا. التمرين الثالث، أدرج الأعداد الآتية في المكان المناسب من سلسلة الترتيب التصاعدي. أول شيء، الرسمة متداخلة، قد تبدو الرسمة متداخلة، الجزء الأول هو هذا معطيات، والجزء الثاني هو ثلاث أعداد مع بعضها،
والجزء الثالث هو هذه الأعداد. الرسمة تبدو متداخلة، كان يستحسن أن نفصل بينها بخط هكذا وبخط هكذا لكي لا تلتبس الأمر. بهذا الشكل الرسمة تبدو متداخلة. نبدأ الأعداد هذه 7000 4000 6000 و2000 وزيادة. 7000 زيادة، 4000 زيادة، 6000 وزيادة، 2000 وزيادة. نبدأ بهذا، هو كانت هذه مجاهيل، كانت هذه مجاهيل. الرسم هكذا، نبدأ بالثلاثة هذه، 1 2 3، 1 2 3 4، نبدأ بهذه. 2000 و3666، من 2000 إلى 3000 لا توجد هذه 7000، ولا توجد، هنا نركز على الألاف. 2000 3000، 7000 لا، 4000 لا، 6000 لا، 2000. إذن 2010 هي موجودة هنا. هنا 6000 وزيادة، أصغر من 7000، من 7000 وزيادة، و 6900 أكبر من 6009، و 6009 أكبر من 4088. إذن نقرأ الأعداد: 7155، 4088، 6009، 2010، 2000، 2010، 3666، 4088، 6009، 6988، 7155. لاحظ هنا كم، لو تهتم بالألاف تكون سهلة. 4000، 6000، 6000، 6900، 6000، 7000، وهذه 2000، 2010، 2000، 3000. الفكرة ما هي؟ الفكرة في الاهتمام بالألاف. ابحثوا إليك مجموع النقاط التي تحصل عليها كل فريق في مسابقة للألعاب الإلكترونية. ليلى، يوسف، ماريا، سامي، العفاف، كهنا. الفكرة ما هي؟ الفكرة هناك 4 أرقام، نهتم بالألاف. لاحظ معي كيف نقرأها بالألاف فقط: 4000، 3000، 4000، 3000، 2000، 2000. إذن الفريق الأول هو الذي له أكبر عدد من الألاف. أين هي الألاف الكثيرة؟ الأربعة هنا، 3، نحتفظ بأربعة، 4، ممكن هذه، ممكن هذه، نمر، 3000، 2000، 2000. إذن الأربعة الكبيرة، يا إما سمير يا إما كهنة. نمر إلى المئات، 0 2، إذا كهنة هي الأولى. لاحظ لو نهتم من هو أكبر عدد هنا، 4000 وزيادة، 4200، 4012، إذا كهنة 4266 هو الكبير هنا، هو الكبير 4266. ثم الثاني، من هو الثاني؟ سمير 4022 هو الثاني، هو الثاني. انتهينا من 4000، 4000 انتهينا منها، لا ننظر إليها مجددا. نأتي الآن إلى الثالث، 3000، 3000، 2000، 2000. أكيد 2000، 2000 خطأ، يبقى بين هذا وهذا. 3000، 3000، نمر إلى المئات، 3400، 3500، إذن هذا خاطئ. إذن 3500، 3504. نبحث عن الأرقام.